كنت في أفغانستان، يعني هذه سؤال قبل السنوات. كنت جالسا مع الرجل في مسجد، يعني مع صديقي، نعم دخل رجل بدوي فصلى صلاة سريعة جدا، يعني لا يتركز مع ركوعه وسجوده ولا أي شيء. يعني فلما فرغ خرج، يعني تجرأ هذا الرجل وقال: والله لو كنت أنا الله ما قبلت هذه الصلاة. يعني لا حول ولا قوة ما الله. كان عندي علم حتى أنصحه، يعني ما كنت أدري ما حكم هذه القول. فسؤاله هو: ما حكم هذا القول وما خطورته، وهل يقع القائل هذا القول بالكفر؟ جزاكم الله. جزاك الله خيرا أخي السيد لهذه المشاركة، تفضلوا شيخنا، سؤال واضح كان. نعم، بالنسبة لهذا الذي قال صاحبك: أمر عظيم تقشعر له الأبشار وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يكفر به، لكن أساء الأدب مع ربه وتألى على الله، والله يقول: من هذا المتألي علي؟ فالرجل الذي قال: والله لا يدخله الله الجنة، قال: الله، من هذا المتألي علي؟ فأدخله الله الجنة وأحبط عمل الآخر، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لا بد أن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس بخلقه، وأنه لا يشبهه شيء من خلقه، ولا يشبهه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك لا تضرب له الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. فالله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم. والعبادات حتى لو كانت أحسن ما تكون لا تزيد شيئا في ملك الله. والله تعالى: لو أن الخلائق جميعا كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك من ملكه شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وهو الذي يقول: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعبادات إنما هي لصالحنا نحن، وليست لنفع الله جل جلاله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فعلي على من يتجاسر على مثل هذا الكلام أن يستحضر عظمة الله وجلاله، وأن يبتعد عن سوء الأدب مع الله جل جلاله. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟